السلام عليكم. اليوم راح نحكي عن طرق كبح المحركات بشكل عام، وهذا هو الملف الجزء الأول من طرق الكبح، وإن شاء الله راح يكون في ملف ثاني استكمالا لهذه الطرق. بداية بنحكي إحنا إنه كبح المحركات بشكل عام بيتم استخدامه لإيقاف المحرك الكهربائي. يعني في لما انا ساحكي موتور بريكنج معناته انا اني عندي شو اني اعمل له ستوبينج، اعمل له توقف، لا هي اني اهدي سرعته ولا اني اغير سرعته. الهدف هو عملية الايقاف، وعملية الايقاف اللي متمثلة بايش؟ باني اوقف دوران المحرك الشافت at certain position، عند بوزيشن معين regardless of the applied load torque، بغض النظر شو الحمل الميكانيكي المطبق. طبعا هون بخصوص certain position، يعني مش بالضرورة انه certain position ممكن انه انا بدي اوقفه بشكل عام بغض النظر شو البوزيشن، بس هذا التعريف العام اللي ممكن نحكي عن الموتور بريكنج. طبعا طرق الكبح ممكن تصنيفها لثلاثة انواع. اول نوع اللي هو الكبح الكهروميكانيكي electromechanical، والكبح الكهرومغناطيسي، والكبح الثالث هو الكبح الكهربائي، ويشمل ثلاثة أنواع فرعية اللي هو البلاجينج بريكينج اللي هو الكبح بعكس جهة دوران، والديناميك بريكينج، والريجينيريتيف بريكينج. ورح نستعرض احنا خلال هذا الموضوع كل هاي الطرق بالتفصيل إن شاء الله. نيجي للنوع الأول اللي هو الإلكتروميكانيكال بريكينج، ومنها المسمى تبعها بنفهم إنه في عندي أنا قوة ميكانيكية يجب أن تطبق أو راح تطبق، وفي عندي إشارات كهربائية راح تكون within البريكنج itself، فهو combination ما بين إشارات الكهرباء وما بين توليد القوى أو العزوم اللي راح تعمل لي عملية إيقاف للمحرك. فمن بدايات ال 1900 الإلكتروميكانيكال بريكس have been in use، يعني شوفوا قديش قديم، من زمان زمان. بجوز هو أول نوع من أنواع الكبح اللي دخلت فيه إشارات كهربائية. طبعا في الكبح اللي قبله اللي هو باستخدام اللي هو بسميه الميكانيكال بريكينج، بكون فقط عبارة عن كبح يدوي، انه بكون في عندي ليفر بمسك هذا الليفر وبايدي بعمل عملية الكبح. بس كونه انا اصلا طبعا هذا الكبح بشكل عام لا اي شيء بلف او بتحرك، طبعا لما نحكي احنا محركات كهربائية فالمنطق بيحكي ايش؟ الكتروميكانيكال، انه كونه انا عامل ماشين بتشتغل نتيجة مرور تيارات في ملفات، فأكيد عملية الكبح راح تشمل تيارات كهربائية فإلكتروميكانيكال. طبعا هذا احنا بنسميه ايش؟ الميكانيكال بريكينج، او بنسميه الفريكشن بريكس. طبعا الفريكشن بريكس لانه يعتمد على قوة الاحتكاك، زي ما حكينا الكبح الميكانيكي بيولد قوة ميكانيكية او عزوم ميكانيكية تقوم على ايش؟ تقوم على إيقاف المحرك. طبعا هذه القوى ممكن تكون على شكل فريكشن، قوى احتكاك أو عزوم احتكاك، فthat's why we call it friction brakes. again مرة ثانية، الميكانيكال مش المقصود فيه اللي هو الكبح الميكانيكي اللي هو اليدوي، انه بكون في عندي زي ذراع بإيدي انا بحركها بعمل إيقاف، هذا ممكن نسميه ميكانيكال، بس هذا بنسميه ميكانيكال بريكينج مانوال بريكينج للشغلات اللي بتلف بشكل عام. يعني قبل ما يخترعوا اصلا المشين والكهرباء كان في شغلات كثير بتلف كانوا يكبحوها يدويا بانه ليفر يحركوا يطبقوا قوى معاكسة، قوى احتكاك بتعمل عملية ايقاف. بس كوننا بنحكي احنا محركات كهربائية فالميكانيكال بريكينج اكيد بده مش راح يكون يدوي، انه والله انا امسك بايدي شغلة والفها ويعمل لي كبح، اكيد الحركة هاي او توليد القوى لن يكون يدويا، وانما يكون نتيجة مرور تيارات كهربائية ضمن البريك اتسلف. بس بالنهاية بنسميه ميكانيكال بريكينج لانه يعتمد على القوى او العزوم الميكانيكية. الالكتروميكانيكال بريك يتضمن consist of two friction surfaces، بكون في عندي سطحين وهذول السطحين هم اللي بيعملوا لي قوى الاحتكاك او نتيجة تلامس هذا الاسطح مع البولي اللي هي ايش؟ البولي اللي هي البكرة اللي بتكون مربوطة مع الشافت على الموتور، بيصير في عندي قوى احتكاك او مسميهم الشوز. اذا الفريكشن سيرفيسز بنسميهم ايش؟ الشوز. هلا بفرجيكم رسمه بتوضح هاي العمليه، which can be made to bear on a wheel on the motor shaft. اوكي، الان spring tension holds the shoes on the wheel، يعني في انا عندي زنبركات بتكون موجوده
هاي الزنبركات هي اللي بتضغط الشوز الفريكشن سيرفيسز على ايش؟ على الشافت عن طريق ايش؟ الويل. في بكون في عندي ويل مركبة على الشافت. البريكنج is achieved because of the friction. طبعا زي ما حكينا سابقا انه كونه ميكانيكال بريكنج فنتيجة تولد قوة او عزوم ميكانيكية نتيجة الاحتكاك تؤدي الى ايش؟ عملية ايقاف هذا المحرك اللي هو الويل itself. طبعا عشان احنا نخلي السولينويد عشان نخلي الشوز او الفريكشن سيرفيس تمسك على الشافت بدها تكون من خلال اشي اسمه سولينويد ميكانيزم. سولينويد ميكانيزم والسولينويد ميكانيزم نفس الكونسبت تبع الريلي او الكونتاكتور. في عندي ملف بمشي فيه تيار كهربائي وهذا التيار بولد مجال مغناطيسي بيعمل لي جذب لاجزاء ميكانيكيه والاجزاء الميكانيكيه لما تتحرك بتعمل لي اكشن معين. بس طبعا هون السولينويد ميكانيزم حيكون خليني احكي العمل تبعها بعكس العمل تبع الكونتاكتور او الريلي. يعني الان اذا احنا ما ودينا اشاره كهربائيه اذا ما فعلنا السولينويد ميكانيزم بكون في عندي كبح، لكن اذا فعلنا السولينويد ميكانيزم راح يكون الموتور حر الحركة وما راح يكون في عندي إبركات، والآن راح أوضح لكم إياها من خلال الصورة. طيب إذا بنطلع بالشكل اللي موجود إحنا عنا هون بنلاحظ إنه في عنا هاي الشافت وفي عنا ويل مركبة على الشافت وفي عنا هذول بسموها الفريكشن بادز أو الشوز. هاي واحدة هون وهي واحدة هون، وطبعا هذول نفس البادز اللي بكونوا موجودين في البريك تبع السيارة. يعني آلية الكبح اللي موجودة عندنا هون تقريبا نفس الكونسبت، بس الفرق انه لما احنا ندعس دعسة البريك في السيارة على طول بيصير في انطباق بين هذه الذراع وهاي الذراع على الهب او الويل تبع السيارة، فبتصير عندنا عملية الكبح. هون عندنا في الكبح الالكتروميكانيكال بريكين بيصير العكس، العكس انه انا بس اعطي اشارة كهربائية لهذا السولينويد اللي هو السولينويد ميكانيزم. هذه هي موجودة عندنا هون نفس الميكانيزم اللي احنا شرحناها في الريلي والكونتاكتور، بيمشي تيار في ملف والملف هذا بولد مجال مغناطيسي، المجال المغناطيسي بمغنط لي القطعة الميكانيكية هاي اللي بسميها البلانجر، فعلى طول ايش؟ بتنزل. لما بتنزل هاي شو اللي بيصير انا عندي هاي؟ لما بتنزل هاي بيصير في فك، بصير هذا الذراع بعيد عن الويل وهذا الذراع برضو كمان الذراعين بكونوا بعاد عن الويل، فبصير هذا الويل اللي هو مربوط مع شافت الموتور حر الحركة. اذا متى يكون المحرك حر الحركة؟ لما يكون في عندي اشارة كهربائية. في اي لحظة من اللحظات حبيت انه انا اعمل بريك بس بشيل التيار الكهربائي فبروح المجال المغناطيسي بتروح عملية الجذب، وفي عندي الزنبركات اللي موجودة انا عندي هون بترجع للميكانيزم زي ما موضح بالصورة، فبصير في انطباق للفريكشن بادز او الشوز على ايش؟ على الويل، فبتصير عندي عملية الكبح. اذا الكبح يتم في حالة عدم وجود تيار كهربائي، والمحرك يكون حر الحركة في حالة وجود تيار كهربائي. واحد بيسأل طب ليش ما سويناش العكس؟ ببساطة لأنه لنفرض أنه هذا الموتور تبع مصعد، أو لنفرض أنه هذا الموتور راكب على ماكينة معينة، إذا انقطع التيار الكهربائي شو المفروض يصير؟ كل شيء يوقف. فهذا اللي بيصير لما ينقطع التيار الكهربائي لأي سبب من الأسباب المفروض المحرك يوقف. فذاتس واي يعني الميكانيزم بهاي الطريقة وليس بالعكس إنه بس أعطي تيار كهربائي بيصير كبح، لا، بس أعطي تيار كهربائي بلغي الكبح، عدم وجود تيار كهربائي هو اللي إيش بيسوي هذا الكبح. فهذه الصورة أتأمل من خلالها فهمنا موضوع الإلكتروميكانيكال بريكينج. طبعا هذا اللي موجود أنا عندي هون بشرح بالضبط إيش آلية العمل، وأنا شرحت لكم إياها قبل شوي بالرسمة السابقة. طبعا هذا مثال بوضح برضو كمان إنه كيف أنا عندي بتصير عندي عملية الكبح كالتالي. نفرض إنه أنا عندي موتور بهذا الشكل معطيه ثلاثة فاز. هلا البي اللي هو السولينويد أو الملف تبع السولينويد اللي هو للإلكتروميكانيكال بريك أو الميكانيكال بريك اللي قبل شوي حكينا عنه. الآن كونه أنا ما في عندي كهرباء معناته شو عندي؟ حالة البريك، معناته في عندي بريك، عندي الشوز ماسكين بالشافت. في اللحظة اللي بشغل فيها ملامسات الكونتاكتور اللي هي موجودة أنا عندي هون، إذا سكرت هالسويتشات رح تيجي كهرباء لإيش؟ لا ملف السولينويد،
وبالتالي لما تيجي كهرباء شو راح يصير؟ راح يصير المحرك حر الحركة، فراح يصير ايش؟ يشتغل هذا الموتور اللي احنا شايفينه. في اي حالة من الاحوال انقطعت الكهرباء او انا قررت اني اوقف الموتور، بفصل هاي الملامسات، بتروح الكهرباء عن البي اللي هو ملف البريك، وبالتالي بتصير عندي عملية الكبح. الفرق بين الرسمة اللي على الشمال والرسمة اللي على اليمين انه البي بتاخذ الكهرباء من لاين تو لاين، في الحالة اللي على اليمين بتاخذ الكهرباء بتوين لاين والنيوترال، لاين ونيوترال حسب الجهد المخصص لملف البريك، يعني نفس الكونسبت. طب نيجي للنوع الثاني، النوع الثاني اللي هو الكتروماجناتيك بريكينج. طب واحد بيقول لي طب ما المرة الأولى كان في مجال مغناطيسي في الموضوع داخل، بقول لك نعم كان في مجال مغناطيسي، ولكن هذا المجال المغناطيسي هو حالة وسطية أو يعني ترانزيشن، إنه من تيار لمجال مغناطيسي لحركة ميكانيكية. الكبح اللي بحكي عنه في هذا النوع ما في عندي أنا أي احتكاك، فيش عندي تلامس، فالإشي اللي بيعمل لي إيقاف، اللي بيعمل لي إيقاف للمحرك اللي هو قوة المجال المغناطيسي، قوة جذب المجال المغناطيسي. فلذلك سميناه إيش؟ إلكترو ماجناتيك بريكنج، وسميناه إلكترو لأنه لا يمكن توليد المجال المغناطيسي بدون إشارات كهربائية، فthat's why we call it إلكترو ماجناتيك. وبعض الأحيان شو بنسمي؟ ماجناتيك بريكس، نفس الكونسبت اللي كنا نحكي فيه في حالة الميكانيكال بريك. فهذا بتميز عن النوع اللي قبل شوي ذكرناه انه بيعطيني سموث بريكينج اكشن، بيعطيني نعومة في الكبح، ما بيعمل كبح مفاجئ وكبح سريع وكبح شديد وتف، لا بيعمل لي كبح سريع نسبيا بس ايش؟ بنعومة، ما بنشعر انه لا في احتكاك ولا في حرارة ولا في ريحة ولا في اي شيء. طبعا this feature makes them suitable for high inertia loads. طبعا ليش احنا حطيناه للهاي انرشيا؟ واحد بيقول طب حطه على الميكانيكال هاي انرشيا، بقول لك لا، الهاي انرشيا لانها كبيرة لازم انا لما اعملها بريكنج اهدي بالتدريج، لازم يكون في تدريج بالكبح، لان لو عملت كبح مفاجئ ممكن اكسر الدنيا كلياتها، لانه الهاي انرشيا هاي مثلا في عندي درام كبير ووزنه ثقيل بدي اعمل له كبح، اذا عملت له كبح ميكانيكي ممكن طلع صوت وشرار، وممكن اذا انا اجبرته انه يوقف بشكل سريع يصير عندي ايش؟ مشكلة تتكسر بعض الوصلات الميكانيكية والقطع الميكانيكية، فيجب ان يكون الهاي انيرشيا الكبح يكون ناعم smooth breaking. فthat's why they invented this type of breaking. الان because these brakes apply and remove the braking pressure smoothly in either direction، طبعا بغض النظر شو اتجاه دوران الموتور، يمين clockwise او counter clockwise، فبتعمل لي ايش؟ كبح له بانها تطبق بريشر، المقصود فيه مش بريشر انه ليكويد، لا المقصود فيه انه ضغط نتيجة تجاذب ما بين مجالات المجال المغناطيسي، ما بين المجال المغناطيسي والويل تاعت الشافت اللي قاعدة بتتحرك، انا بطبقه بعدين ايش؟ بشيله. ف they are often used on cranes. cranes طبعا اللي هي الرافعات، برضو كمان بنحكي عن اوزان كبيرة، الهويتس العربات اللي بتكون برضو كمان في الكرينز، elevators في المصاعد والother machinery where it is desirable to limit the shock of braking. يعني الخلاصة انا ما بعمل smooth braking الا عشان اقلل من shock of braking او الكبح المفاجئ او الصدمة في هذا الكبح. طبعا عشان انا اشرح لكم ايش اللي قاعد بيصير بالنقطتين هذول الموجودين راح انتقل للصورة عشان تكون امور اوضح ان شاء الله. اذا بنطلع انا عندي هون على الصورة هاي، هذه الصورة بتوقع اوضح شيء، انه في عندي هاي شافت الموتور ومربوط معه ويل، وفي عندي انا مصدر للمجال المغناطيسي، المجال المغناطيسي طبعا مش راح يجي من راسه ولا حتكون اقطاب مغناطيسية دائمة، بالعكس يعني المجال المغناطيسي بدي اطبقه وقت الحاجة، فبكون فعليا المجال المغناطيسي ناتج عن وجود ملفات يسري بها تيار بتولج مجال مغناطيسي، والمجال المغناطيسي دائما بحب يمغنط اي جزء قابل للمغنطة قدامه اللي هو زي هذا الويل، فبتصير عملية المغنطة بتصير عندي عملية جذب. فالعملية الجذب تخيل في عندي قوة قاعدة بتأثر انه بدي انا اعمل له جذب وبالتالي بدي امسكه كويس، وفي عندي شيء قاعد بلف، اكيد هذا الشيء راح يتباطأ. طبعا اكيد انا مش راح اطبق البريك وفي كهرباء رايحة للموتور، زي اللي واحد ماشي بسيارة داعس بنزين وداعس بريك، ما بزبطش. بدك تدعس بريك بتشيل رجلك على البنزين، بدك تمشي بتدعس بنزين وتشيل رجلك على البريك، ونفس الاشي هون انا ما بطبق البريك الا بكون شايل الكهرباء على الموتور، بكون حر الحركة، فبتصير عندي عملية الايقاف بكل سهولة ويسر. بنطلع على الرسمة هاي الثانية اللي على اليمين، بنشوف هاي عندي الاي سي موتور او اي موتور، مش بالضرورة اي سي،
وفي عندي انا عندي هاي الويل الحمراء زي ما احنا شايفينها، وفي عندي هاي اللي هي الاوتبوت شافت اللي هي الزرقاء، وفي عندي الكلتش كويل. الكلتش كويل هذا اللي هو بتصير عندي عملية توليد المجال المغناطيسي بالكلتش كويل. المجال المغناطيسي اللي بتولد بيعمل لي جذب ما بين الويل الحمراء وما بين ايش الاوتبوت شافت، بصير عندي جذب فبتصير عندي عملية ايقاف. طبعا التاك هون المقصود فيها التاكوميتر اللي هو حساس السرعة الانالوج، هاي التاكوميتر رايح لوين؟ للكلتش كنترولر. وفي عندي انا عشان افعل الكلتش كويل بعطيه كهرباء بولد مجال مغناطيسي عن طريق الكلتش باور لجام الكلتش كنترولر، وطبعا عندي الكهرباء اللي رايحة على الماتور. بدي انا اشغل الكلتش كنترولر بحيث يشغل البريكنج، بفصل الكهرباء عن الماتور بشكل عام. فاللي بيصير انا عندي جذب للقطعة الزرقاء مع القطعة الخمرية هاي، فبيصير في عندي تجاذب نتيجة وجود مجال كهربائي، مجال مغناطيسي عفوا، نتيجة مرور تيار كهربائي، فبتصير عندي عملية الكبح. نفس الكونسبت اللي حكينا عنه هون. طبعا هذه الخطوط الحمراء اللي احنا شايفيها هاي هي ايش؟ الايدي كارنت. الايدي كارنت that's why we call this clutch اللي هو الايدي كارنت كلتش، لانه مبدأ الايقاف يعتمد على تولد تيارات دوامية او ايدي كارنتس على الديسك نتيجة مرور مجال مغناطيسي زي ما احنا شايفين. اوكي، اتأمل انه الصورة واضحة بالنسبة لكم. النوع الثالث من الكبح هو الكبح الكهربائي، وحكينا انه الكبح الكهربائي في منه ثلاثة انواع اللي هو البلاجينج والدينامك بريكينج والريجنراتيف بريكينج. فخلينا نحكي عن البلاجينج بريكينج. فشو مفهوم البلاجينج؟ مفهوم البلاجينج اللي هو عكس اتجاه التيار في المحرك، طبعا في مكان معين بغض النظر كان دي سي او اي سي، بحيث انه يولد لي عزوم عكسية للعزم اللي بيحرك الماتور باتجاه معين. فبنقدر نحكي انه الكاونتر كارنت بريكينج اللي هو الكبح المعتمد على عكس اتجاه التيار. طبعا عكس اتجاه التيار من اجل ايش؟ من اجل عكس اتجاه العزم الجينيريتد في الماتور. فطبعا هذا التعريف معرف من قبل النيمة، والمفروض انتم تعرفوا شو هي النيمة. As a system of braking، كنظام للكبح. In which the motor connections are reversed، اللي الوصلات تحت الماتور بتنعكس. So that the motor develops a counter torque، بولد لي عزم عكسي. Which acts as a retarding force، اللي هو بتصرف كقوة عكسية. طبعا مرة تانية لما انا بحكي reversing the connections، reversing the connections، خليني احكي بمحركات الدي سي حسب نوع. يعني اذا كان انا عندي موتور شنط ريفرسنج الكونكشنز مش راح تسوي لي الشيء اللي بدي اياه، اذا كان سيريز ريفرسنج الكونكشنز مش راح تسوي لي الشيء اللي بدي اياه. فممكن هاي ريفرسنج الكونكشنز تزبط مع السيبريتلي اكسايتد والبيرمننت ماجنت. اوكي، بس ريفرسنج كونكشنز المقصود فيها انه عكس اتجاه التيار في الارمتشر لوحده، او عكس اتجاه المجال المغناطيسي لوحده. فيما يتعلق محركات الاي سي، ريفرسنج كونكشنز المقصود فيها سويتشنج بتوين تو فيزز، اني اعكس في بين فيزين. الخلاصه انه انا بدي اعكس اتجاه دوران المحرك بغض النظر كان اي سي او دي سي، اعكس اتجاه دورانه باي طريقه كانت. اوكي، فطريقه الكبح هاي اللي بنسميها بلاجينج بتم استخدامها للتوقف السريع. لاحظ اذا بدنا نعمل مقارنة بين البلاجينج بريكينج وما بين الماجناتيك بريكينج، بنلاحظ ذاك يستخدم السموث بريكينج للكبح الناعم، هون لا بدي اياه رابيد. ولما نحكي رابيد في فرق ما بين رابيد والكويك على فكرة. الرابيد لسه اسرع من الكويك. اوكي، الرابيد لسه اسرع من الكويك، فبدنا اياه بشكل سريع جدا يكبح. وطبعا عادة ما بيتم استخدام هذا النوع من الكبح الا في حالات الطوارئ، الا في حالات الطوارئ. وطبعا لا يمكن استخدامه للتطبيقات اللي بكون فيها اللود انيرشيا تبعته عالية جدا. طبعا النقطة الثالثة هون بالسلايد بحكي لك انه can be performed either manual or with electromagnetic controls. المقصود هون manual بيش انه حط ايدي على الشافت واعكس اتجاهه، ليس هذا المقصود بالmanual. المقصود بالmanual انه انا ابدأ
الكبح البلاجينج بعكس جهة الدوران اللي هو يدويا باني اكبس على كبسة، اوكي اكبس على كبسة، الكبسة هاي بس اكبس عليها على طول ايش بتغير لي اتجاه الدوران. بينما الالكترو ماجناتيك كنترولز بكون في عندي مجموعة ريليهات بتشتغل بطريقة معينة وبتسلسل معين وبتوقيت معين وما الى ذلك من هذا الكلام. اوكي البلاجينز مور اوفن يوزد وذ ثري فيز سكوريل كيج موتورز، عاده بيتم استخدام البلاجين محركات ثلاثه فاز نوع سكوريل كيج، بس هذا لا يمنع انه يتم استخدامه برضو كمان في محركات الدي سي ومحركات السليب رينج. بس طبعا محركات السليب رينج لا يفضل انه يتم استخدامه، لانه محركات السليب رينج عاده بيتم استخدامها للهيفي ديوتي ابلكيشنز، بيكون احمال عاليه جدا. يعني انا ما باجي بستخدم سليب رينج موتور الا لما يكون عندي حمل كبير، فلما يكون عندي حمل ميكانيكي كبير لا يفضل اني اكبحه بطريقه البلاجينج. ذاتس واي اتس موست اوفن على السكويرل كيج. طبعا قبل ما انا اطبق عمليه البلاجينج او اعمل بلاجينج بريكينج، في عندي مجموعه عوامل لازم ان تؤخذ بعين الاعتبار. اول شيء بدي احدد التيارات اللي راح تمشي في حالة عكس جهة الدوران، لانه التيار اللي راح يتولد لما انا اعكس اتجاه الدوران اثناء حركة الماتور راح تكون عالية جدا جدا، ممكن هاي تحرق الماتور تحرق الماتور وتتلفه. فلذلك لازم انا اتنبه لقيم هاي التيارات. اذا كان التيار اللي بده يمشي فيه الملفات اثناء عملية الكبح او عند عملية الكبح بطريقة البلاجينج اثناء دوران الموتور باتجاه معين عالي جدا ممكن تحرق الملفات، معناته انا ممكن في هاي الحالة احط مقاومة ضمن الدائرة، وهاي المقاومة تعمل لي ليميتيشن لهذا التيار الكبح. طبعا كل ما قل التيار قل العزم المتولد نتيجة مروره، اذا ما فيش مقاومات تيار عالي عزم بده يكون عالي جدا. النقطة الثانية لازم احطها بعين الاعتبار اللي هو الدريفن ماشين اللي هو الاجزاء الميكانيكية اللي بده تكون موصولة مع الشافت، هل هي راح تتحمل انه انا اثناء دورانها على طول اوقفها واعكس اتجاه دورانها؟ ما بتكون عندها مومنتم عالي جدا، طاقة حركية، فانا اجي الطاقة الحركية فجأة اوقفها وحولها لطاقة كاملة بعدين ارد احولها لطاقة حركية باتجاه ثاني، يعني هاي ممكن تتلف لي الاجزاء الميكانيكية، فبدي راعي هاي الشغلة. وطبعا هاي تشمل الاحمال الميكانيكية اللي بتكون محطوطة برضو كمان على الشاف. فهاي الاعتبارات يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار، نقطة واحد ونقطة اثنين مترابطات جدا باي ذا واي، لانه ما لا يمكن يكون عندي تيار عالي جدا الا اذا كان فعلا عندي حمل كبير مركب على الشاف، وهذا الحمل برضو كمان هو اللي راح يؤدي لسحب تيار عالي. بس بالنهاية انا في عندي شغلتين بدي ادير بالي منهم، التيار اللي ممكن يتلف الملفات والقطع الميكانيكية واللينكجز الوصلات الميكانيكية اللي ممكن تتلف ضمن المنظومة الميكانيكية اثناء البلاجينج بريكينج. طيب بنطلع على هاي الرسمة، الرسمة هاي مثال للكبح بعكس اتجاه الدوران لمحرك دي سي. وكيف عرفنا محرك دي سي؟ من خلال هاي الارمتشر قدامنا، وشو نوع هذا الموتور مبين سيبريتلي اكسايتد. كيف عرفنا؟ انه عندي هاي دائره الارمتشر وعندي هاي دائره الفيل. طبعا سيبريتلي اكسايتد دائره الفيل بتكون منفصله تماما عن دائره الارمتشر. طبعا الكاركترستيك كيرف، هاي الكاركترستيك كيرف تبع محرك الدي سي بضله ماشي بهذا الشكل للنهايه، وبتقاطع مع المحور السيني اللي هو محور العزم. اللي بيصير عندي طبعا في حالة التشغيل العادية هاي الار بي ما بتكون موجودة. الار بي المقصود فيها ايش؟ الار بي اللي هو البريكنج ريزيستر ما بتكون موجودة اصلا. اوكي بكون انا عندي هذا الجهد مطبق على الماتور، وعندي الجهد البي اف مطبق على ملف الاكسايتيشن، وبكون الماتور شغال في نقطة معينة. نفرض هذه النقطة اللي حالة الموتورينج عند عزم معين وعند سرعة معينة. في لحظة الكبح شو اللي بسوي؟ اللي بسوي اني بضيف مقاومة على دائرة الارمتشر، وبكون في انا عندي ايش قيمة الجهد هاي بعكسها. واحد بيقول لي طب ليش نعكس قيمة الجهد؟ عشان اعكس التيار. طب ليش انا بدي اعكس التيار؟ عشان اعكس العزم المتولد في الموتور. حكينا احنا عزم الموتور يساوي علاقة العزم اللي هي شو تساوي؟ تاو تساوي كي في التيار بالفلكس. فاذا انعكس التيار وبقي الفلكس كما هو انعكس العزم،
وإذا انعكس الفلكس وبقي التيار كما هو انعكس العزم. إذا عكست التيار تبع الارمتشر وعكست الفلكس معناته ما صارش إشي في العزم، بقي العزم المتولد بنفس الاتجاه. فلذلك عشان أنا أعكس بالسيبريتلي إكسايتد العزم المتولد في الموتور، بس بعكس الاي اي عن طريق عكس الجهد مع الابقاء على دائره الاكسايتيشن كما هي للابقاء على اتجاه المجال المغناطيسي كما هو، وبضيف مقاومه ايش مقاومه كبح. طبعا هاي الشغله بدها تكون اوتوماتيكيه، يعني بده يكون في انا عندي بالرسمه بده يكون في عندي ملامسات ريليهات كونتاكتور سمثينج لايك ذات اوكي. بس هاي دائره الباور، دائره الكنترول ما حكيناش عنها. طبعا مش مبين انا عندي هون في ملامسات بتعكس اتجاهات وما الى ذلك، بدك تكون انت تعرف كيف تعكس الملفات. طبعا ابسط طريقة عشان تعرف كيف تحول بترجع لدائرة عكس الجهة دوران لمحرك السنجل فاز، بتشوف كيف احنا استخدمنا السويتشات اللي موجودة عندنا بالدائرة على اساس نعكس اتجاه التيار في ملف الاكزولياري. نفس الكونسبت هون، بكون في انا عندي الجهد، مصدر الجهد مربوط مع الارمش عن طريق السويتشات، فبشغل السويتشات بطريقه معينه بنعكس اتجاه التيار وبروح بدخل الار بي. الار بي بتكونش موجوده بعدين بتظهر. ممكن ببساطه اكون حاط سويتش على الار بي بعمل عليه شورت، بس بدي اعمل بريكنج بس بفتح السويتش فالار بي باي ديفولت بتدخل. الان شو بيصير لما انا اعمل عمليه كبح؟ لما انا اعمل عمليه كبح على طول بتولد عندي عزم عكسي، والعزم العكسي يعتمد على ايش؟ ما احنا بنعرف قيمه العزم بيعتمد على قيمة الفلكس والكي، وبيعتمد على قيمة التيار. طب قيمة التيار بيعتمد على ايش؟ قيمة التيار بتعتمد على قيمة الباك الكتروموتيف فورس اللي جاي هون، وعلى قيمة الفي، وعلى قيمة الار بي حسب القوانين اللي تعلمناها في مادة المشين. يتشكل عندي قيمة معينة للتيار وفي الغالب تكون عالية جدا، وبالتالي يترتب عليها تشكل او تولد عزم عالي، والعزم العالي هذا اكيد بده يكون بعكس اتجاه اللي كنا احنا شغالين عليه ببساطة لانه عندي تيار ارمتشر انعكس. فبكون عندي قيمة معينة هون بتولد عندها العزم. العزم العكسي هذا على طول شو بيسوي؟ ببلش يكبح في المحرك. فكل ما خفت سرعة الماتور شو بده يصير؟ الباك الكتروموتيف فورس هاي بدها تنزل، واذا نزلت الباك الكتروموتيف فورس هاي التيار بده ينزل، ولما ينزل التيار العزم بنزل، وبالتالي احنا بنلاحظ انه السرعة قاعدة بتنزل وبالمقابل العزم تبع الكبح برضو كمان بنزل. تستمر هذه العملية حتى نصل الى نقطة، النقطة هاي ليست الصفر، يعني لما يكون عندي العزم قيمة معينة بتكون عندي السرعة ايش؟ بتكون عندي السرعة صفر. فهذا هو البلاجينج بريكينج. راح نلاحظ احنا في انواع الكبح الاخرى اللي هو الديناميك بريكينج انه هذا الكير بكون شبيه جدا بالديناميك بريكينج، ولكن لا تصل الى نقطة تقاطع، وانما الخط بضله ماشي الى نقطة الصفر، لنقطة الصفر. طبعا الانتقال من هاي النقطة الى هاي النقطة هذا بكون في لحظات، يعني يمكن ثانية اقل من ثانية حسب حجم الماتور، بكون سريع جدا اوكي. والقيمة هاي لا يستهان بها، قيمة كبيرة جدا. توقعوا يجيكوا سؤال بالامتحان ممكن بقول لك احسب لي قيمة التيار او قيمة العزم واعطيك متغيرات للدائرة، بدك ترجع للقوانين تاعت المشين اللي هي قانون كيرشوف وقانون العزم اللي هو كي فاي في اي، او قانون الباك الكتروموتيف فورس اللي هو كي فاي في الاوميجا. هاي القوانين كلها ممكن يتم استخدامها لإيجاد تيارات أو عزوم معينة لكبح، وممكن أطلب منك ترسم الرسمة هاي، يعني توقع هاي الشغلات. أوكي ما فيش مثال أفرجيك إياه، بس يعني المفروض أنت ناجح في المشين وعارف كيف بدك تستخدم هاي العلاقات. أجين مرة ثانية، لو استمر عملية الكبح شو اللي بده يصير عندي؟ بده ينعكس اتجاه دوران الماتور، يعني زي ما حكينا احنا حكينا سابقا انه الربع الاول مثل الموتورينج والربع الثاني مثل لي البريكينج والربع الثالث مثل لي الموتورينج بالاتجاه العكسي والربع الرابع مثل لي البريكينج بالاتجاه العكسي. فانا عندي هون حالة بريكينج اللي هو البلاجينج اوكي. مرة ثانية ليش انا عندي في عندي قيمة معينة للعزم؟ ببساطة لانه في عندي قيمة معينة للتيار. طب ليش في عندي قيمة معينة للتيار والسرعة صفر؟ بقولك لما تكون السرعة صفر الباك الكتروموتيف فورس بتكون صفر صح، بس بالمقابل هاي صفر بس لا يعني في عندي جهد. فالفي على الار بي شو بيعطيني؟ مع الار بي زائد طبعا الار ارمتشر شو بيعطيني؟ بيعطيني التيار اللي موجود اللي هو بدوره بيعطيني عزم، فلذلك قيمة العزم عند لحظة الصفر او عند السرعة صفر لا يساوي صفرا، وانما له قيمة معينة وهي نقطة التقاطع هون اوكي. اذا قيمة العزم هاي اللي هون تعتمد على قيمة التيار لما تكون السرعة صفر اللي هي تساوي الفي على ار بي زائد ايش؟ ار ارمتشر. اتأمل انها
واضحة بالنسبة لكم. هذه دائرة ثانية للسيريز. السيريز الكل فيكم بيعرف الكاركترستيك كيرف عندي بيكون ايه جاي منحنى بهذا الشكل، بحيث انه سيريز لا يمكن تشغيله على حمل صفر، لازم يكون في عندي حمل attached to the shaft of the series motor all the time. فلو نفرض ان في عندي نقطة تشغيل عندي بهذا الشكل، نفس الكونسبت اللي بيصير عندي في حالة السبريت اكسات بيصير عندي في حالة السيريز، ننتقل الى الجهة اليسرى في حالة البلاجينج وبيصير في عندي عملية كبح حتى نصل الى نقطة تقاطع مع المحور السيني، بيكون في قيمة معينة التي في لحظة السرعة صفر. بس الفرق بين السيريز والسبريت اكسات المنحنيات عندي زي ما تشايفين الكيرف، في عندي كيرف منحنى ما عندي خط مستقيم، لانه اصلا الكاركترستيك كيرف تبع السيريز ماله بيكون عبارة عن منحنى، وبالتالي الريسبونس تبعته بدها تكون ايش على شكل منحنى، لانه في عندي عمليه الكبح في عندي تيار بيمشي في دائره الفيلد، فكل ما تيار الكبح بينزل المجال المغناطيسي ماله بينزل، فلما المجال المغناطيسي قاعد بينزل بغير لي على متغيرات الدائره. طبعا واحد بيقول لي طب كيف انا بدي اعكس الجهد، ما هو بدي اعكس المجال المغناطيسي. اللي بده يصير عندنا يا جماعه الخير انه انا في حالة التشغيل العادية RB ما بتكون موجودة، إذا بدنا نفترض RB ما بتكون موجودة، وبكون التيار ماشي من ملف الفيلد من S2 لS1، يعني بكون التيار ماشي، خليني أوضح لكم إياها بهذا الشكل، بكون عندي في حالة التشغيل العادية التيار ماشي بهذا الشكل، رايح على S2 بعدين طالع في الملف، ومن S1 وين رايح؟ مكمل طريقه بهذا الشكل. إذا أنا اتجاه التيار في الأرمتشر ماله جاي من فوق لتحت، وعندي اتجاه المجال المغناطيسي جاي وين؟ نتيجة مرور تيار من اليمين للشمال. اوكي، واضحة العملية. الان في حالة الكبح شو اللي بيصير عندي؟ اللي بيصير عندي كالتالي، خليني امحي اللي انا كتبته عشان تكون الامور اوضح. هذا الخط بنشال، وعندي انا التيار يبقى كما هو، لكن ايش؟ بشيل السهم، وبعدين شو بسوي؟ التيار بصير بهذا الاتجاه، وبضيف المقاومة الموجود انا عندي هون. فالان زي ما حكينا احنا العزم لا يمكن ان يتغير اتجاهه الا اذا تغير اتجاه المجال او اتجاه الارمتشر. احنا ابقينا على اتجاه الارمتشر زي ما هو، بس غيرنا اتجاه التيار بالفيلد، وبالتالي غيرنا المجال المغناطيسي، فتغير العزم صار بالاتجاه العكسي. الان هاي الرسمة اللي قبل شوية رسمتها، ايش اللي بده يغير فيها؟ ايه كيف بدي انا اعملها؟ عادي، بحط سويتش في بداية الملف وسويتش في بعد الملف، وهذول السويتشات بكونوا سينجل بول دبل ثرو نوعهم، او بكون في زي الاتش بريدج، تقريبا زي الاتش بريدج بحطها على ملف الاكسايتيشن، فبعكس اتجاه التيار لحظة الكبح، وبكون في عندي سويتش عامل شورت مثلا هون على المقاومة اثناء التشغيل، لما بدي اشغل البريكنج على طول بفتح هذا السويتش، فالار بي على طول بتدخل في الدائرة. عملية بسيطة جدا، مهم جدا انك ترسم دائرة الباور، دائرة الباور تعرف كيف بدها تشتغل، وبعدين بتشتغل دائرة الكنترول. وإياك أن تحفظ حفظا، وإنما حاول إنك تفهم إيش اللي قاعد بيصير، لأنه ممكن الاتش بريدج بدك تسويه على دائرة الفيلد هو نفسه يتسوى على دائرة الأرمتشر مع الإبقاء على نفس اتجاه التيار بالفيلد، برضو كمان بيصير، ما في أي مشكلة نهائيا. بتحب برضو كمان سويتش تحطه مرة تدخل الار بي مرة تشيلها، برضو كمان بيصير حسب ما أنت بدك. طبعا هاي دائرة ثانية لمحركات ثلاثة فاز. قبل شو حكينا احنا للدي سي، فنطلع هاي عندي الدائرة هاي التقليدية الكل فيكم بيعرفها، عندي الماتور، عندي الاوفرلود، عندي السويتشات الكونتاكتور بتشغل لي اياه، وفي عندي جامل الثلاثة فاز، بس طبعا مش مبين عندي لا الفيوزات ولا القواطع. البلاجينج في حالة الاي سي يتم بايش؟ بتعمل سويتش بين تو فيزز. فشو اللي صاير انا عندي هون؟ هاي عندي الفاز الثالث، شايفينه الفاز الثالث رايح على السلك الاولاني، في الحالة الثانية رايح على السلك الثالث، ال L2 بقي كما هو على السلك الثاني، شايفينه الفاز الاول كان اول شيء على السلك الثالث، بعدين في حالة البلاجينج راح على ايش؟ على السلك الاول. فاذا انا عكست بين السلك الاول والسلك الثاني، السلك الاول والسلك الثالث، الفاز الاول والفاز الثالث، عكست فازين، بقدر اعكس انا ال1 وال2 او ال2 ال3 او ال1 ال3. طبعا هون حاطين الفورورد وحاطين الريفرس. ارسم دائرة الباور بعدين ترسم دائرة الكنترول. طبعا اجين حاطين احنا المحول هون على اساس ينزل قيمة الجهد لاين تو لاين بما يتناسب مع
قيمة الجهد اللي بتحمله هاي الملفات. طبعا هذا الخط المتقطع اللي احنا شايفينه هون معناته في عندي اتصال ميكانيكي، وهذا يرمز لايش؟ للميكانيكال انترلوك، والكل فيكم بيعرف شو هو الميكانيكال انترلوك. وفي عندي هاي سيكل اوفرلود ات ذا اند، وفي عندي الار هاي والاف هاي عبارة عن الكتريكال انترلوك، وفي عندي كبسة الستوب لك للمنظومة كاملة، وعندي كبسة الفورورد اول ما بشغل موتور باتجاه معين وبيعمل لي سيلف لاش لان هاي باش بوتن. في اي لحظة من اللحظات حبيت ان اوقف النظام على طول بكبس كبسة ستوب. كبسة ستوب تعمل لي ايقاف عادي. شو يعني ايقاف عادي؟ يعني بفصل الكهرباء وبترك الموتور براحته يوقف بناء على قوى الاحتكاك الموجودة في البيرينجز واللود. لكن اذا بدي اعمل بلاجينج على طول بكبس هاي الكبسة، وفي عندي خط متقطع معناه في عندي اتصال ميكانيكي، فلما بضغط كبسة البلاجينج بيعمل لي فصل للرنج الاولاني وبيعمل لي وصل للرنج الثاني. فانا بفصل الكهرباء عن ملف الاف وبوصل الكهرباء على ملف ايش؟ الار. طبعا الاف هون بكون فاتح، فلما افصل الكهرباء على الاف بترجع الملامس مغلق، فبمرر الكهرباء عن طريق الاف عن طريق البلاجينج سويتش للملف تبع الار، فعلى طول بيشتغل الار بعكس جهه الدوران. اجين لازم انا اضمن انه الاف والار ما يشتغلوا، لانه اذا شغلتهم الفاز الاول حيضرب مع الفاز الثالث ويعمل لي شورت كبير. فعشان هيك بحط حمايات زي الميكانيكال انترلوك وزي الالكتريكال انترلوك. هاي الرسمه اللي على اليمين بالضبط هي نفسها الرسمه اللي موجوده عندنا هون، ما فيش عليها اي اختلاف، واضحه جدا باستثناء عند القاطع هاد مش موجود عندي بالرسمة، بدك تفترض انه موجود. العملية سهلة وبسيطة جدا جدا. طبعا هاي دائرة ثانية لدائرة البلاجينج محركات الثلاثة فاز. طبعا نوع المحرك ما هو مبين، انا عندي سليب رينج او واوند روتور لانه ما في عندي اي مقاومات خارجية متصلة مع الموتور، وتشميز بش سليب رينج اوكي او سكويرل كيج. طبعا شو الفرق بين هاي الدائرة وهذيك الدائرة؟ دائرة الباور هون اكزاكتلي نفس دائرة الباور في السلايد اللي قبل شوي شفناه، بس هناك الطريقة اليدوية. الطريقة اليدوية انه في عندي كبسة بكبس عليها بايدي بتعمل لي بلاجينج بريجينج، ولكن هون اذا منلاحظ انه الطريقة ليست يدوية. كيف عرفنا؟ انه بس نكبس كبسة الستوب على طول بتبلش عندي عملية البلاجينج. في السلايد السابق كان في عندي كبستين للإيقاف، كبسة الستوب وكبسة البلاجينج. كبسة الستوب تعمل لي إيقاف تام، إيقاف عفوا تلقائي، بتفصل الكهرباء عن الموتور وببلش يتباطأ تلقائيا نتيجة الاحتكاك في البيرينجز ووجود اللود. بينما كبسة البلاجينج في السلايد السابق كانت انه انا فعلا بدي اعكس اتجاه الدوران. هون لا، هون بس اكبس كبسة الستوب بفصل الكهرباء عن الاف. الكهرباء لما تفصل عن الاف على طول ايش؟ هذا المفتاح بيفتح. فلما هذا المفتاح بفتح بفصل الكهرباء عن التي ار. بس قبل ما احكي انا هاي السيكونس خليني اشوف انا لما اكبس كبسة ستارت شو بصير. بكبس كبسة ستارت بكون عندي الار مغلق الوضع الطبيعي تبعه، بتيجي كهرباء للاف بعمل سيلف لاتش والاف على طول بسكر وبشغل لي ايش؟ التي ار. وكونه انا عندي التامر تايم ديلي اوف، حكينا التايم ديلي اوف المقصود فيه انه بس اعطي التايمر كهرباء على طول بغير وضعية الملامسات، وبس اشيل عنه الكهرباء ينتظر وقت من الزمن حتى يرجع لوضعيته الطبيعية. فلما اعطي كهرباء الاف يسكر للتي ار تايم ديلي اوف، على طول الاف اللي موجودة عندي هون شو بصير فيها؟ بتفتح. لما بتفتح على طول انا عندي بفصل الكهرباء عن الار اوكي، وبكون هذا بضل مغلق. لما اكبس كبت ستوب اللي هو في اي لحظة من اللحظات انا بدي اعمل توقف، وهون التوقف مبين عندي فيش مجال، توقف باي بلاجينج، ما في عندي اي نوع اخر من التوقفات غير البلاجينج. فبكبس هون بفصل الكهرباء عن الاف، فالمفتاح تبع الاف بفتح، فبفصل الكهرباء عن التايمر اللي هو تي ار. وكونه تايم ديلي اوف الملامس تبع التايمر هذا شو بصير فيه؟ بكون مغلق. ما هو احنا لما حكينا في عملية التشغيل اف بسكر التايمر بيشتغل السويتش هذا بسكر، بس بالمقابل اف بفتح فيش كهرباء على الار، فالتايمر هذا بسكر. لكن لما افصل انا اعمل ستوب افصل الكهرباء على الاف بفصل بفتح السويتش، فبتروح الكهرباء عن التايمر، فالتايمر شو بيصير؟ بضل مسكر وينتظر فترة من الزمن حتى ايش؟ يقضيها، وبعدين برد بفتح. طبعا خلال هاي اللحظة اللي بكون فيها مسكر بكون اف هون عندي مسكر، فبكون في عندي كهرباء على الار، والكهرباء على الار بتعمل لي ايش؟ عكس جهة دوران، وطبعا بتعمل لي اوبن هون كحماية اللي هي ايش؟ اللي هي الكتريكال انترلوك. فينتظر وقت من الزمن
خلال هذا الزمن بتصير عندي عملية البلاجينج، ولازم انا اعاير الفترة الزمنية بحيث انه بش الموتور يوقف وبعدين يستمر بعكس اتجاه الدوران. لازم يكون التوقيت مناسب جدا للحمل بحيث انه فترة البلاجينج هي اللي يكون فيها الموتور ينتقل من حالة الحركة باتجاه معين الى ايش سرعة الصفر. اذا ظل البلاجينج شغال معناته انعكس اتجاه الدوران واستمر بالدوران بالعكس بالاتجاه العكسي. فبدنا نراعي. نيجي لدائرة تانية من نقدر نعمل من خلالها بلاجينج بريكينج. بنلاحظ ان الدائرة هي ما بتختلف كتير عن الدائرتين اللي سبقوا. الفرق هون انه هاي تقريبا بتشبه الدائرة اللي قبل شوي شفناها بالسلايد السابق، ولكن يضاف الها ايش كبسة البلاجينج اللي هي المانيول اللي احنا شايفينه هون. بنلاحظ انه لما اكبس كبسة ستارت بيشتغل الاف، بعمل سلفلاتش وبروح بفصل الكهرباء عن الاتجاه العكسي اللي هو الار، بضل شغال لحديت ما اقرر اني اعمل عملية ايقاف. اذا كبست كبسة الستوب بفصل الكهرباء عن الاف، وبالتالي بيصير توقف تلقائي نتيجة الفريكشن واللود. طبعا انا عندي دائرة التامر ما بتكون شغالة اصلا ولا دائرة الار، لكن لو اثناء عملية التشغيل بالاتجاه الامامي الفورورد حبيت اني اعمل توقف بكبس كبسة البلاجينج نفس ما فرجيتكو بقبل سلايدين اللي هو سلايد الاولاني، بفصل الكهرباء عن الاف، على طول الاف هون برجع مغلق، وعلى طول بوصل الكهرباء للتايمر، والتايمر على طول ايش بروح بجاوب بيشتغل هون. شايفين بيشتغل. لما يشتغل التايمر هون شو بيصير؟ انا عندي هون الار بيشتغل، بيعمل لي الكتريكال انترلوك مع الاف، وعلى طول بيعكس اتجاه الدوران، وبيعمل لي سيلف لاتش على السويتش تبع البلاجينج بحيث انه التايمر يضل شغال. طيب في هاي الحاله شو بيصير عندي؟ بيضل عندي الموتور بيعمل لي بريكنج بالاتجاه العكسي ويستمر بالدوران بالاتجاه العكسي. شو السبب في ذلك؟ اللي هو السبب وجود الار اللي موجود انا عندي هون، والتايمر هون بيشتغل زي الريلي العادي، وحتى كمان استخدامه كتايمر ملوش اي معنى. لو حطيت ريلي عادي وسكر بيعمل لي نفس الاكشن. لكن واحد بيقول لي طيب هيك معناته احنا عكسنا اتجاه الدوران اثناء ما هو كان باتجاه معين. اللي بيصير انه اذا بدي اعمل البلاجينج بالطريقة اللي انا بدي اياها، هذا الملامس اللي هو ملامس الار لازم ما يكونش موجود. ملامس الار هذا ما يكونش موجود. اذا ملامس الار هذا مش موجود، على طول بعمل كبسة البلاجينج، بيشتغل التايمر بسكر، وبعدين انا بشيل ايدي عن الكبسة البلاجينج، فبفصل الكهرباء عن التي ار، والتي ار ببلش يعد فترة من الزمن لحد ما يفصل على الريلي تبع الار اللي هو كونه التايم ديلي اوف. اذا طول ما انا كابس التايمر مش راح يعد. يعني لو انا مثلا عملت كبسة بلاجينج، طبعا انا كل هذا الحكي اللي بحكيه الار مش موجودة، هاي الار مش موجودة، بكبس كبسة البلاجينج بوصل الكهرباء للتي ار، وفي هاي الحالة على طول بسكر السويتش وبعمل لي عكس اتجاه الدوران، ما راح يبلش يعد لي فترة من الزمن الا لما اشيل ايدي عن البلاجينج. اذا شلت ايدي عن البلاجينج على طول التامر بفصل الكهرباء عنه، والسويتش ببلش يعد فترة من الزمن لما يفصل عن الار. اذا حبيت اني بكبسة البلاجينج هاي اعكس اتجاه الدوران بشكل دائم، لازم احط هذا السويتش اللي احنا شايفينه، سويتش الار بيعمل لي سيلف لاتش. اتامل انه الدائرة واضحة. مرة ثانية، الدوائر يعني في لها بيسكس اساسيات لحتى احقق فانكشن معين، بس في بعض الرتوشات او اللمسات هاي انا بقدر اغيرها زي ما انا بدي. يعني زي هذا السويتش احطه ما احطوش، البلاجينج اعمله اتصال ميكانيكي بهذا الشكل او يكون عن طريق ريلي مساعد او ما شابه، بقدر اسوي الدائره بالطريقه اللي بدي اياها. فالسوليوشن للكنترول سيركت از نوت يونيك، على خلاف ايش دائره الباور. دائره الباور في الغالب بتكون يونيك، لكن برضو كمان ممكن انا اعمل بعض التغييرات على دائره الباور. على سبيل مثال انا بقدر اعكس بين L1 وL2، مش بالضرورة اعكس بين L1 وL3. هاي الدائرة طبعا pretty much straight forward، ولكن في دوائر اخرى ممكن يكون فيها flexibility نفس دائرة البلاجين اللي حكيت عنها في دائرة السيريز او محرك السيريز، بكون بش يونيك الدائرة تاعت الباور، ممكن تتغيرها بالطريقة اللي بدك اياها، ولكن بالنهاية بدك تحقق الغاية المرجوة منها عن طريق عكس اتجاه دوران في واحد من السيركتس. فهاي طريقة اخرى برضو كمان للبلاجينج بريكينج وعكس اتجاه دوران بشكل دائم، فبدك تفهم كل التفاصيل هاي الموجودة احنا عندنا هون. اذا بدك تحفظ الدائرة هاي، اي جارانتي انه انا اذا غيرت في نص السؤال شوي راح تضيع وما راح تعرف تجاوب. فحاول انك تفهمها بشكل جيد افضل مما انك تحفظها، لانه في الغالب
ما راح اجيب لك نفس الدائرة اكزاكتلي تنسخها نسخ، ممكن اجيب بعض التغييرات الطفيفة او البسيطة تضيفها على دائرة الكنترول او دائرة الباور على اساس تحقق اللي بدك. يعني انا ممكن اجيب لك انه ستارتنج الماتور عن طريق مقاومات وبعدين اعمل لي بلاجينج بريكنج في نفس الدائرة، فنفس الدائرة هون بدك تحط مقاومات على التوالي مع دائرة ستيتر، وهون دائرة الكنترول بدها تتغير شوي، فبدك تدمج ما بين دوائر مرت عليك بحيث انك تحقق فانكشن معين. في عندي دائرة ثانية برضو كمان، الدائرة هاي برضو كمان باستخدام التايم ديلي اوف، وما بتختلفش كتير عن الكونسبت اللي حكيناه. في حالة البدء هاي بكبس كبسة الستارت طبعا، بس قبل ما احكي في عندي كبسة الرن، انا عندي هون نفس الكبسة اللي قبل شوي شفناها للبلاجينج، يعني اذا كبست كبسة الرن بفصل الكهرباء عن الرنج الاولاني بس بوصل الكهرباء على الرنج الثاني، نفس الاشي الستوب بس اكبس وبفصل الكهرباء عن الرنج هذا وبوصل الكهرباء عن على الرنج اللي تحت، فكأنه في عندي اتصال ميكانيكي هون، او الكبسة لما بتنزل على طول بتوصل النقطتين اللي تحت وبتفصل اللي فوق، نفس الاشي بالنسبة للرن، عشان نفهم كيف آلية العمل. فعند بدء التشغيل هلا مبدئيا في ما فيش مش كابس ولا اشي، الكهرباء وين بدها تيجي؟ عن طريق الستوب، عن طريق الرن بدها تيجي هون، طريق مفتوح طريق مفتوح، ونفس الاشي لو نزلت تحت طريق مفتوح طريق مفتوح، وبالتالي ما في عندي اشي شغال. اذا كبس كبسة الرن على طول راح افصل الكهرباء عن الجزء العلوي، واصلا يوزلس ما فيش اشي عندي يعني، فعلى طول حيوصل الكهرباء للنقطتين هذول، فتمشي الكهرباء بهذا الشكل وبتروح عن طريق الستوب. وين بتروح؟ هذا ملامس مغلق للار، لا الار، الار على طول حيشتغل، حيشغل الماتور باتجاه معين، وفي عندي الاوفرلود كونتاكت هي موجود انا عندي هون، وفي عندي ميكانيكال انترلوك هي شايفينه، وفي عندي الكتريكال انترلوك، الاس والار متبادلات، لاحظين الان لما اشغل الار ات ذا سيم تايم شو بشغل؟ بشغل التي ار، بشغل التي ار على طول كونه تايم ديلي اوف، على طول هذا السويتش تبعه ايش بسكر، بس على الفاضي لانه ما فيش كهرباء، لا في هاي النقطه في كهرباء ولا في هاي النقطه في كهرباء، حتى لو شلنا ايدينا والسويتش رجع لوضعيته الطبيعيه اللي هي وضعيه الرن، فعلى طول لما اشيل ايدي برجع الرن بهذا الشكل، تمشي الكهرباء بتوقف هون وبتوقف هون ما في شيء. لكن ايش الهدف من هاي العمليه؟ هل الهدف من هاي العمليه انه انا هيئت الماتور لاني اعمل له كبح امرجنسي، كبح طارئ، اللي هو الكبح الامرجنسي دائما وهو بلاجينج، ليش؟ لانه الامرجنسي يعني بده توقف مباشر وسريع، حاله طارئه، وبالتالي هذا بكون بلاجينج بريكنج، فبكون جهزتها تايم ديلي اوف على طول سكر السويتش. في اللحظه اللي بقرر فيها اني اعمل كبح امرجنسي على طول بضغط هاي الكبسه، فبفصل الكهرباء عن الار وعن التايمر، ببلش لي يعد لي فتره من الزمن، ات ذا سيم تايم بكون وصلت السويتش للنقطتين اللي تحت، وبكون هذا الرن مسكر، فبتمشي الكهرباء عن طريق السويتش التحتاني وبتروح للدائرة السفلية، الار طبعا بده ترجع لوضعها الطبيعي، والاس على طول بده يشتغل بالاتجاه العكسي، وبده يعمل لنفسه سيلف لاتش، لانه لما اشيل ايدي الكبسة هاي وين راح تطلع لفوق، راح يستمر فترة من الزمن يعمل لي تشغيل عكسي لحديت ما ايش تنقضي هاي الفترة الزمنية بانقضاء عملية الكبح ووصول السرعة لسرعة الصفر. طبعا بعايرها معايرة، انا ما بنجم، بعرفش انه قديش تاخد، بس بدي اعايرها معايرة قديش تاخد فترة من الزمن، ببلش بوقت قليل وبعدين ببلش ازيد يزيد يزيد الوقت شوي شوي لحديت ما تصل السرعة للصفر، لانه ممكن بدها 3 ثواني اكون حاطتها ثانية، فلما افصل البلاجينج على طول بتفصل الكهرباء على الماتور وببلش يهدي لفترة من الزمن، لا انا بخليها مستمرة عن طريق المعايرة. واضحة العملية هاي؟ وطبعا طريقة الكبح العادية اللي هي عن طريق الفريكشن والانرشيا بكبس كبسة الستوب، بتفصل الكهرباء عن كل اشي عن كل الدائرة، وبالتالي بتصير عندي توقف بطيء. طيب خلينا نشوف ايش قاعد بيصير لما نعكس اتجاه الدوران من اجل انه احنا نعمل كبح. طبعا اول شيء احنا عندنا الماتور بكون شغال في هذا الربع، هذا الربع الاول، زي ما حكينا في مناسبات سابقة حكينا انه الربع الاول فورورد موتورينج، هون عندي الفورورد بريكينج اللي هو ريفيرسينج، في عندي الفورورد ريفرس موتورينج، وهون عندي ريفرس بريكينج، مرة ثانية فورورد موتورينج ريفرس موتورينج، وفي عندي هون فورورد بريكينج وعندي ريفرس بريكينج، ربع الأول الثاني الثالث الرابع.
لما نحكي عن محركات الثلاثة فاز الكاركترستيك كيرف هي مبين انا عندي هون، هاي الكاركترستيك كيرف اذا بتتذكروا المنحنى الافقي او المحور الافقي اللي هو محور العزم والمحور العمودي اللي هو محور السرعة، في عندي هاي الستارتنج تورك بيمشي بهذا الشكل لحديت ما يصل الى الاوبريتنج بوينت، وعندي هاي النقطة اللي هي سينكرونس سبيد اذا بتتذكروا الرسمة. طبعا في عندي اكثر من منحنى، في عندي هذا المنحنى وهذا المنحنى وهذا المنحنى. اذا كنا احنا قاعدين نحكي عن سليب رينج موتور باضافة مقاومات على دائرة الروتور، المنحنى عندي بتغير بهذا الشكل، فهذا المنحنى مقاومات قيمها كبيرة في الروتور وتتناقص حتى نصل الى المنحنى الاصلي الموجود انا عندي هون مقاومات صفر، فبكون عندي الموتور في نقطة التشغيل الموجود انا عندي هون. الان لو هذا المنحنى كملناه على يعني شفنا عند نقطة تقاطع مع المحور السيني المحور العزم، شفنا كيف بده يستمر هذا المنحنى، سنجد انه بيستمر بهذا الشكل ونكون دخلنا في ريجن الريفرس بريكنج او اللي هي عكس جهة دوران. اللي بيصير عندي انا هون زي ما حكينا عندنا هذا الربع اللي هو الموتورينج في الاتجاه العكسي، وعندي هذا الكوارتر اللي هو ايش الفورورد موتورينج. ففي حالة الكبح على طول انا انتقل من هاي النقطة الى ايش نقطة على المنحنى السابق، فهو امتداد للمنحنى لريفرس موتورينج، لاحظين بهذا الشكل. فطبعا عندي منحنيين على اعتبار عندي قيمتين من المقاومات موجودة ضمن دائرة الروتور لمحركات السليب رينج، فبصير معي نفس الشيء، بروح بولد عزم بالاتجاه العكسي مع السرعة لازالت في اتجاه معين وبقيمة معينة، بعدين ببلش ايش عندي تتناقص السرعة، وفي عندي انا عندي العزم الكبح يزداد. طبعا هذا بمحركات الثلاثة فاز لانه العلاقة غير خطية بين متغيرات المحرك الثلاثة فاز على خلاف محرك الدي سي. فنفس الكونسبت اللي احنا شرحنا لكم اياه محركات الدي سي بيصير في محركات الثلاثة فاز، هو امتداد للمنحنيات اللي احنا كنا شغالين عليهم بالتشغيل الطبيعي. فبكون انا عندي الفورورد موتورينج بروح بنتقل لايش للفورورد بريكنج، اوكي بهذا الشكل نقطة التشغيل بعكس اتجاه الدوران بنتقل لامتداد المنحنى تبع الموتور في حالة ريفرس موتورينج، وبستمر العزم بالزيادة مع تناقص السرعة. طبعا ليش العزم بيزداد؟ لانه زي ما حكينا احنا بمشي على المنحنى اللي موجود عندي هون. طبعا هذا المنحنى يعني بدل على انه في عندي مقاومات كبيرة في دائرة الروتور، لو ما كانش في عندي مقاومات انا انتقل الى هذه النقطة اللي هو المنحنى الاصلي الموجود انا عندي هون، شايفينه بهذا الشكل حتى نصل الى هاي النقطة اللي هي نقطة الستارتنج تورك اللي من خلالها الموتور بوقف توقف تام وبعدين ببلش يعكس اتجاه الدوران. فالمفروض في هاي النقطة انا الغي تأثير البلاجينج بريكنج بحيث ان افصل ويبقى المحرك متوقف في نفس المكان واطبق عليه الميكانيكال بريك حتى اضمن انه يظل واقف. اتأمل هاي الرسمة بتوضح لكم بالضبط كيف آلية الكبح وكيف الانتقال من منحنيات. في عندي اخر سلايد، هذا السلايد لا يختلف ابدا عن السلايد اللي قبل شوي شرحته، بس هاي حبيت ان احط السلايدين على اساس تشوفوا بجوز هاي ملونة بتعطيكم فكرة مختلفة. طبعا الثلاث منحنيات هاي برضو نفس الاشي، كل منحنى له دلالة حسب قيمة مقاومة المقاومات الموصولة مع دائرة الروتر في السليب رينج. طبعا في حالة السكور الكيج بكون عندي منحنى واحد، بس عندي اكثر من منحنى لانه انا عندي محرك ثلاثة فاز سليب رينج. وهون نفس الاشي عندي هذا الكاركترستيك كيرف الاصلي، وبعدين بنتقل على امتداد هذا المنحنى وبظل مكمل في هذا الربع الاول الثاني الثالث والمنحنى الرابع، فما فيش اختلاف ابدا بين هذا السلايد والسلايد السابق.